والحياة صعبة والله برد، ما فيش غطيان عنا، وإحنا بننام على الأرض، شحدت كرتون للأرضية عام، اليوم البنات عام وأنا فراشي عام، ولا في مأوى زي الناس، ولا في حياة زي الناس، ولا في ملابس زي الناس. منتصف نهار 25 من نوفمبر تشرين الثاني، هذا بودكاست غزة اليوم، ومعكم نرمين الذهبي، أهلا بكم. النازحون في غزة يشكون ما فعلته الأمطار بخيامهم المهترئة، وفي اليوم 16 بعد 400 من الحرب في القطاع يشتد القصف الإسرائيلي على شماله وغارات على النصيرات في الوسط، والأوضاع الإنسانية والمعيشية في جنوب ووسط قطاع غزة تتفاقم بصورة كبيرة في ظل القيود الإسرائيلية على المعابر وعلى إدخال المساعدات الغذائية. صورة حية عن معاناة الحصول على رغيف الخبز نستمع إليها على لسان نازحين. أما ضيفتنا في الاستوديو فهي المذيعة الغزية إيناس رمضان أبو الجبين، من سكان مدينة غزة، نزحت حوالي 8 مرات، وخلال هذه الفترة عملت كمراسلة صحفية في رفح. تحكي لنا في هذه الحلقة عما رصدته عين الصحفية والمرأة من مشاهد الحرب التي لا تنسى. السيدة إيناس رمضان أبو الجبين، أهلا بك في بودكاست غزة اليوم. أهلا بك أستاذة نرمين، ويعطيك ألف عافية. أستاذة إيناس، حضرتك من سكان مدينة غزة نفسها، مريتي بكل تجارب النزوح، رغم أنك تقريبا يعني خرجتي مبكرا في الحرب مقارنة بآخرين، لكن مريتي بتجربة الخروج من الشمال للوسط للجنوب، بالتوازي مع رحلة النزوح لم تتخلي عن دورك كصحفية وكمذيعة. نعم. وبالتالي هل بتعتبر أن مشاهداتك خلال هذه الرحلة، بعيدا عن المعاناة الفردية في الحصول على الطعام والشراب وتأمين مأوى، كانت مختلفة؟ اسمح لي أن أقول يعني هذه الحرب قاسية للغاية في أسوأ الأحوال. كانت 51 يوما وهي كانت حرب 2014، ولكن كانت هذه المرة قاسية للغاية، يعني صعبة جدا جدا. كل كاميرات العالم رصدت كيف يعيش ويحيا الإنسان الفلسطيني داخل الخيام. اليوم هم يعيشون في يعني برد الشتاء، وتغمر مياه الأمطار خيامهم، وبالتالي المعاناة مضاعفة بشكل غير طبيعي ولم يسبق له مثيل. الأطفال اليوم باتوا كبار، النساء لم يعودوا للأسف ما بين قوسين، يعني حتى نستطيع أن نقول أن الأنوثة فقدت. يستيقظ الإنسان الفلسطيني ليواجه معارك مختلفة، معركة الحصول على المياه، معركة الحصول على الغذاء. أنا لا أنسى أستاذة نرمين عندما توجهت إلى إحدى المستشفيات لإجراء تقرير صحفي، سألت مدير المستشفى، قلت له ماذا عن أولئك الذين يعني مصابون بالأزمات، أزمة قلبية أو مثلا الفشل الكلوي وغيره، ما مصيرهم داخل هذا القطاع؟ المرضى وليس الجرح. المرضى، أقصد المرضى، يعني من يعيشون اللي هو الأمراض المزمنة. فقال لي الموت أو إما الموت، يعني هذا هو المصير. بمعنى آخر، هم إما أن يخرجوا للعلاج في الخارج، خاصة إنه الأدوية انقطعت، هناك أدوية انقطعت كليا، غير موجودة في الصيدليات. وطبعا من يخرج من قطاع غزة كان هم المصابين أو المرضى بأعداد ضئيلة جدا جدا، وبالتالي هنا سيواجه تحدي أكبر داخل قطاع غزة. فبالتالي إما أن يخرج وهذا شبه مستحيل، أو يلقى حتفه داخل هذا القطاع. هذا الموقف، هل من موقف آخر رصدته عين الصحفية وعين المرأة وعين الغزية التي تعاني هي نفسها من هذه الحرب ولا يغيب عن ذهنك؟ يوما من الأيام 7:30 صباحا توجهت لعملي كمراسلة، كان أعداد كبيرة جدا وتزاحم ما بين الناس على إحدى المخابز، النساء في طابور، الأطفال أيضا، الرجال على حد سواء، حتى أنه لا أستطيع أن أقول لك بأنه هم كانوا يقفون بشكل عمودي بل أيضا أفقي، بمعنى أنه الناس فوق بعضها البعض. هذا المشهد يعني بكاني بصورة كبيرة جدا، حتى أنني عندما توجهت وسألني المذيع في لبنان، ومقر القناة كانت في لبنان، قال لي أنه
كيف يمكن لك أن تصفي لنا أو ذات السؤال يعني أصعب المشاهد التي رصدتيها داخل الخيام النازحين؟ وبشكل عام صدقا لم أستطع أن أكمل الحديث عما يعيشه اليوم الشعب الفلسطيني هناك. طيب اسمح لي في هذا الصدد أن نستمع لأصوات من داخل غزة عن هذه المعاناة تحديدا التي يعني جددت دموعك إنجاز الوصف، لأنه بينما تستمر العملية العسكرية المكثفة في الشمال يعاني الوسط والجنوب من تفاقم تردي الأوضاع المعيشية. هذه بعض الأصوات لغزيين من دير البلح ينقلون لنا صورة حية من معاناة الحصول على رغيف الخبز. أنا اسمي أسعد سعيد أسعد حجة، كل يوم بنروح على المخبز وبنروح ولا بناخد خبز ولا بناخد إشي، وفيش دور الناس فوق بعض بكونوا، إلنا 15 يوم بنروح ولا مرة خدنا فيها خبز، بنطلع برا على المخبز بنشوف بكم بدهم يبعوها، بدنا نجيب ربطة للدار جوا بثلاثة شيكل بياخدوها، برا ببعوها بثلاثين وبخمسة وثلاثين، إحنا بنقدرش نجيبها الربطة، لو بدنا نجيب ربطة بتكفيش على ثواني بتروح. والكام للودية بنروح بنجيب الخبز، بنواجه الموت ونواجه المعاناة، ثلاث نسوان ماتوا وهم بيجيبوا الخبز نطخوا بالغلط. لا امتى بدها تضل هذه المعاناة؟ بكفينا اللي فينا، بكفينا الموت من اليهود، كمان احنا نموت بعض؟ هذا شيء ما برضى الله ولا برضى رسوله ولا برضى البشر. انا محمد بن عم اللي تخانق وفي المشكلة اللي صارت عند المخبز ومات منا قريباتي. المشكلة هي صارت بين أولاد العم ببعضهم، اللي هي مشكلة الخبز والأزمة الطحين وأزمة المخابز زحمة، الضغط الكبير إنه إحنا ممكن نطلع طول اليوم على المخبز عشان نفتح نجيب ربطة خبز ما نلاقي أو ما يجيش دورنا، فالأزمة صارت المشاكل بيننا عشان فيش خبز فيش طحين، صارت المشاكل بين أولاد العم ببعض واضطروا يرفعوا بعض سلاح ويموت منهم اللي مات. أنا أحمد فريد نازح في دير البلح. طبعا احنا اليوم بنعيش معاناة وأزمة كبيرة في الحصول على الخبز، نحن من فترة طويلة من فترة كبيرة يعني من يوم ما أغلقوا المعابر ومن يوم ما صارت عندنا أزمة الطحين احنا لليوم احنا ما كلناش خبز نهائيا. طبعا بالنسبة للمخابز اللي بيقولوا انه المخابز فاتحة، احنا بننام على المخبز، بننام يعني بنروح الساعة 4 الصبح 3 الصبح بننام على باب المخبز وبنروح بدون خبز، بصير زحمة ولخمة وطلاق نار، كان في عنا ثلاثة قتلى عباب المخبز، يعني ثلاثة ماتوا قدامي عباب المخبز في سبيل انهم ياخذوا خبز، وبرضه ما خدوش خبز لا اللي ماتوا ولا احنا، بنموت عباب المخابز وفي الاخر بنروح بدون خبز. يعني دمنا حتى بيختلطش بالخبز، انه نقول جبنا خبز ومتنا، لا احنا ما متنا قبل ما ناخذ الخبز. أعود لضيفتي في الاستوديو السيدة إيناس رمضان أبو الجبين. سيدة إيناس، لا يختلف هذه الكلمات لا تختلف عما وصفتي. نعم، والمسؤول الأول والأخير هو الاحتلال، استهدف المخابز، دمر هذه المخابز في لإحداث سياسة التجويع والتعطيش للشعب الفلسطيني في داخل قطاع غزة، حتى أن نساء قتلنا يعني ثلاثة منهن في دير البلح وهن في طابور، وللمعلومة هم كما ذكر يعني أحد المواطنين بأنه من الساعة الفجر الأولى وحتى ساعات الفجر حتى ساعات المغرب عفوا وهم يصطفون بداخل أو في هذه الطوابير للحصول على دعينا نقول ما بين قوسين ربطة خبز. إذا ما أتينا هو الكشف لدخول الشاحنات المساعدات تجد بأنه شاحنة خاص مخصصة للإندومي، مخصصة للكوكاكولا والشيبس وغيرها، ومثلا فقط واحدة وقود والأخرى طحين وما إلى ذلك، فلك أن تتخيلي. دعينا نذهب إلى جانب آخر من أوضاع القطاع، هي الأوضاع الميدانية والتي يحدثنا عنها الزميل عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة بجانب الحديث عن الأوضاع المعيشية. أهلا بك عدنان، ماذا لدينا من تطورات حتى ساعات الصباح الأولى اليوم؟ أهلا وسهلا بكم. لا تزال العملية الإسرائيلية متواصلة في مختلف أرجاء قطاع غزة فيما يتعلق باستمرار القصف الجوي والمدفعي في الشمال بالأحرى، هناك عمليات تفجير ونسف لمنازل في مناطق غرب مخيم جباليا، وهذه المنطقة الشمالية التي تتعرض لحصار مطبق ومشدد منذ أكثر من 52 يوما على التوالي، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والحياتية
وتفشي ما يشبه نذر المجاعة في تلك المنطقة، حيث أيضا عمليات القصف تتواصل في داخل المنطقة في ظل غياب المنظومة الصحية تماما عن العمل، وأيضا توقف جهاز الدفاع المدني والذي أكد صباح اليوم بأن هناك مئات من المفقودين أسفل ركام المنازل لا تستطيع الفرق الطبية الوصول إليها ولا فرق الدفاع المدني. في المحافظة الوسطى كان هناك قصف مدفعي عنيف جدا في المناطق الشمالية والشرقية لمخيمي النصيرات والبريج، وأيضا كان هناك قصف جوي لعدد من المنازل أدى ذلك إلى سقوط أعداد من القتلى والجرحى في صفوف السكان وفي صفوف النازحين المتواجدين في هذه المنطقة، وأيضا في الجنوب في شرق خان يونس وفي رفح في منطقة تسمى خربة العدس كان هناك عدة غارات إسرائيلية قتل على أثر ذلك عدد من السكان، كما حصل في منطقة مصبح شمالي رفح قتل 4 أشخاص وأصيب عدد آخر. وأيضا أكد جهاز الدفاع المدني أن طواقمه تمكنت من انتشال عدد من الجثث والجرحى في شمالي رفح. أشكرك شكرا جزيلا الزميل عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة، وأعود إلى ضيفتي في الاستوديو السيدة إيناس رمضان أبو الجبين. سيدة إيناس، قبل الحلقة كانت الابتسامة لا تغادر وجهك لكنها الآن غابت، تحاولين الابتسام مرة أخرى، لكن مع أول مقطع صوتي ومع أول حديث عن أزمة من الأزمات اللي رصدتيها غابت الابتسامة مرة أخرى. لأنه نرمين يعني صدقا حتى أنا أقول رغم أن الكاميرات يعني تصورت المعاناة اليومية في كل زاوية وكل معاناة، لكن ليس كمن يعيش هذه المعاناة. يعني حتى ربما نحن خرجنا بدروس مختلفة تماما، رأينا كيف العالم لم يقف بجانب الشعب الفلسطيني، واجه المحتل لوحده. لما أنت بتشوفي أمك أو أخوك أو ابنك أو بيصف في طابور الخبز أو يصف حتى يحمل بمعنى أعباء جالون مياه، هو طفل في الوضع الطبيعي، هو يذهب إلى المدرسة يستمع إلى القصة الطعام الساخن وربما يتعدى وزنه، صحيح يتجاوز وزنه، فهم كبروا قبل أوانهم. المرأة أيضا تغيرت، باتت ملامحها شاحبة. حضرتك خرجتي من قطاع غزة قبل حلول الشتاء العام الماضي؟ لا، عشت في الشتاء، يعني كنت في يعني مررتي بالنزول. نعم. خلال الشتاء. نعم والبرد. خلال الشتاء أنا من حسن الحظ يعني كنت في منزل مكتظ أيضا بالنازحين، لكنه منزل، لكنه يبقى منزلا صحيح. هو له طبعا معاناته وله أيضا قسوته بمعنى الاكتظاظ داخل المنزل، انعدمت الخصوصية تماما. أنت يمكن أن أقول لك بأنه عندما تتحدثي كيف ممكن تسأليني عن غزة، أقول لك لا أعلم من أين أبدأ، لأن التفاصيل الحياتية كثيرة، يعني معاناة المرأة لوحدها لا تتعلق بأخبار الحرب الرئيسية، عناوين القصف القتل والتدمير، لا في هناك خبايا أيضا. حتى لو كان هناك خلافات ما بين العائلة والأسرة الواحدة هي نتيجة هذا الاكتظاظ، أيضا وجودهم في الخيام كما قلتي معاناة. شفتي أخرى. هذه الخلافات بسبب التزاحم ونقص الموارد طبيعي، بسبب وجود دورة مياه واحدة صحيح على عشرات هذه أسرار، أنا أقول هي أسرار، يعني لم تعد حتى هي لم تعد حقيقة أسرار. يعني هناك وهو وفق ما رصدته الأمم المتحدة بأن هناك أطفال قضوا حوائجهم في قدور، للأسف لم يكن هناك أحيانا مجموعة من الخيام، مخيم يكون لها حمام واحد، ولك أن تتخيلي هذا الحمام هو أو دورة المياه هي عبارة عن من أواني حديدية تصنع بطريقة معينة، ويكون فقط عبارة عن ستائر، عبارة عن ألواح من الصفيح هي من تستر هذا الإنسان، خاصة الخيام التي تتواجد بالقرب من المقابر لها معاناتها الخاصة في الذهاب والتوجه إلى الحمام في فترة الليل، هذه معاناة أخرى، يعني المرأة لوحدها معاناة. كنا نتحدث في حلقة سابقة عن تفصيلة أنه حتى فكرة أنها تنعم بلبس البيت نعم لن تتوفر، هي مضطرة تكون بلبس يصلح للخروج طول اليوم صحيح. حتى أن مواد التنظيف في فترة معينة تدخل بأعداد، يعني شاحنات التي تحمل مواد التنظيف تدخل بأعداد محدودة، ناهيك عن أسعارها الباهظة. أنا اكتشفت نفسي في الحرب نرمين، يعني أنا صرت أقول إنه إناس الآن تمتلك أو صرت أتحلى بصفة الصبر، وأنا رغم ذلك إنه خلينا نحكي إنه أنا نفسي قصير جدا، بس اليوم لا صار في عندي نفس طويل أكثر، ولم أتخيل يوم أن أصبر مثل ما صبرت في قطاع غزة 6 شهور، ما بالك لو قضيت أكثر من ذلك.
بك، يعني عام أكثر كم من عام. من الأشياء تخليت عن التمسك بها بسبب الحرب؟ يا الله، سؤال جميل جدا. لم تعد تعنيكي؟ كل شيء، كل شيء يا نرمين، كل شيء. أنا أتيت إلى هنا أقول لهم أنا عبارة عن جثة هامدة، لا رغبة لي في العمل ولا رغبة لي في الحياة ولا شيء. طيب، حتى تتأكدين أنك على قيد الحياة ولنعيد إليك الابتسامة، هناك صوت تحدثت عن أنك تشتقين إليه. نعم، صديقتي التي تعاني اليوم في غزة. هل ستلتقين بها صوتيا بصوت الدموع؟ لأن هي معانا على الهاتف. سيدة أشواق من دير البلح، يبدو أننا فقدنا الاتصال بها لكن سنعاود الاتصال بها. أنا قلت لأشواق قبل أيام كنت في اتصال هاتفي معها، قلت لها أنت من تمنحني القوة ليس أنا. طيب، هو ليست المرة الأولى التي نستمع فيها من الضيف إلى أنه من هو من الأقارب أو الأصدقاء، من هم داخل قطاع غزة، هم من يعطوه القوة. هل البعيد دايما بيكون إحساسه بالشيء أكبر لأنه انقطع عن التواصل المباشر وبالتالي خوفه زاد، ولا بدأ يفوق ويستوعب حجم ما مر به وما يمر به؟ صحيح. الآخر هذا سبب، والسبب الآخر هو أنه نحن نقول نعم سنعود إلى غزة، ولكن يعني حتى الجيش الاحتلال كان يقول لكل النازحين من الشمال إلى الجنوب أنتم لن تروا الشمال مرة أخرى. ولذلك أدركنا من خرج أنه حجم الخسارة الرهيبة لقطاع غزة، رغم هذه البقعة الجغرافية الضيقة 360 كيلومتر مربع، ولكن كانت لها مكانة كبيرة في القلب. كنا نتطلع دائما نقول نريد أن نعود إلى القرى. أنا أنتمي إلى قرية الفلسطينية التي هجر منها أجدادنا عنوة عام 1948. اليوم أقول أنا اليوم أريد أن أعود إلى غزة وأعود إلى هربيا أيضا. الذكريات في هذه الأماكن، دعيني أتحدث أيضا حتى الاحتلال أنه استهدف الأماكن الأثرية والتراثية، هذه الأماكن هو يدعي بأنه يحارب حركة حماس وغيرها، ولكن كيف لنا أن نتحدث عن تدمير الأماكن الأثرية، تدمير المساجد والكنائس وكل شيء دمر في قطاع غزة. اسمحي لي أن نذهب إلى جانب آخر من معاناة أهل غزة، وفي هذه الأثناء نحاول معاودة الاتصال مع صديقتك السيدة أشواق وسنصل إليه، لكن نذهب إلى الطقس. فقد تسبب المنخفض الجوي الذي تأثر به قطاع غزة مؤخرا في تضرر مئات الخيام المهترئة من الأساس بسبب حرارة الصيف. البعض من النازحين الآن يعبر عن خشيته من انهيار هذه الخيام في ظل عدم وجود مأوى آخر يلجأ إليه. نستمع إلى بعض منهم. الخيمة بتهرول، يعني غرقنا والأرض، وعنا أطفال وعنا صغار وعنا عيانين، ومش عارفة كيف بدنا نكمل بقية هالشتاء وكيف بدنا نضلنا صامدين هيك وتعبانين والله. والوضع بالمرة يعني كيف بدنا ندفي هالصغار وبدنا ندفي حالنا ونعمل حالنا، والله بيعلم في حالنا يعني. عانينا بشكل كبير جدا فترة الصيف، وللأسف كنا ننتظر الشتاء أن تخف المعاناة عنا، لكن وجدنا أن المعاناة في فصل الشتاء أكبر بكثير من فصل الصيف. معاناة برد قارس جدا جدا جدا، نقص كبير جدا 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 في الملابس، في الأحذية، حتى في العلاج، في الأدوية اللي بنقدمها لأطفالنا نتيجة الذبحة الصدرية ونتيجة شدة البرد. نعاني بشكل كبير جدا من علاجهم ومن توفير اللي هو الأدوية لهم اللازمة. خيمتنا غرقت اليوم وفراشي غرق يما، والحياة صعبة والله برد، ما فيش غطيان عنا، ما فيش يكفي البنات، وما في فراش يكفي البنات، وإحنا بننام على الأرض، شحد الكرتون للأرضية عام اليوم، البنات عام وأنا فراشي عام، ولا في مأوى زي الناس، ولا في حياة زي الناس، ولا في ملابس زي الناس. والله العظيم هلقيت البرد خشش علينا، أنا بنقعدين في الشارع مش في مخيم، أنا قاعدة في الشارع في خيمة وغرقت فيها، والله عمنا هينا قاعدين من الصبحيات عايمين. احنا في الخيمة غرقنا تبهدلنا، يعني أول ما مطرت عطول الخيمة غرقت، صرنا نقدر نحاول نلم لبسنا بعيد عن المطر، الصغار غرقوا، الأكل غرق، كل حاجة غرق يعني بسبب المطر، كانت كتير بهدل، اللي هو ما فيش خيمة بتحمي من المطر، كان المطر من كل مكان، لدرجة إنه يعني تحولت الخيمة عبارة عن بركة، وفيش مكان تاني وخير تاني إحنا ممكن نعيش فيه بسبب الحرب إلا الخيمة، فالوضع كتير مأساوي. أعود إلى ضيفتي في الاستوديو إناس رمضان أبو الجبين. سيدة إناس، ما بين تجربة المذيعة في الاستوديو وما بين تجربة المراسلة
في الميدان. فرق كبير. نعم. ومش أي مراسلة، مراسلة حرب. هل دي كانت أول تغطية لحضرتك مباشرة للحرب؟ نعم صحيح. فاكرة أصعب موقف مر عليكي كصحفية، ليس فقط كامرأة في الحرب، لا في تغطية صحفية؟ في التغطية الصحفية ربما كنت أنا الأكثر حظاً، لأنه نزحت إلى منطقة رفح كانت كلها فقط أنقل فيها المعاناة الإنسانية الدائمة والتي تتعمق يوماً بعد يوم، وليس مراسلة حربية بالمعنى الحرفي، لأنه حقيقة جنود الحقيقيين للميدان كانوا في شمال قطاع غزة. أكثر الأشياء التي أثرت فيها هي المعاناة الإنسانية، وجودهم داخل الخيام، المرأة التي تخبز لساعات طويلة إما أن تصطف طوابير للحصول على رغيف الخبز، أو إما تجلس أمام النار الحارقة لساعات طويلة لكي تخبز الخبز. يعني تحول التخيل، أنت بتعيشي بتعملي على بوتاجاز وما إلى ذلك، ثم إلى الحطب، بعد تجمع، حتى وصلت إلى أن تجمع الحطب. الرجال كلهم يعملون كما ذكرت معارك يومية، الرجل في ساعات الصباح الأولى يتجه إلى جمع الحطب للحصول على أرغفة الخبز، الحصول على الأدوية في طوابير. تحولت حياة الإنسان الفلسطيني هناك إلى طوابير. من الطرائف أيضا، حتى دعينا نقول المؤلمة أيضا، أنه إحنا بيتنا ننتقل من منطقة إلى أخرى عبر عربات الكارو التي تجرها الحيوانات، طبعا لأول مرة تقريبا في حياتك. نعم، مثلا. نعم. أو في حياة كثير من الغزيين. نعم. كل الغزيين. أنا ركبت شاحنة انتقل لعملي، واحيانا اقطع كيلومترات طويله مشيا على الاقدام، هي الوسيله الوحيده. ما كانش في قصه ملهمه ربما رسمت على وشك ابتسامه انه قد ايه الحياه اقوى من ظروف الحرب؟ الحياه اقوى، ام انه الحياه، دعينا نقول انه كما قلتي انه الاحلام والامال كلها تبددت او صغرت الحياه في نظري. كنت اقف امام الكاميرا، كان كل الأطفال حولي نرمين يحاولون أن يخرجوا، إنه سمعنا في هدنة قريبة، يحاولوا أن يجدوا بصيص من الأمل من ذلك المراسل. فتاة أخرى تقول لي أنا والدي معتقل، هل لديك أسماء بالمعتقلين؟ أريد أن أعرف أين والدي، في أي سجن يوجد الآن؟ هي طبعا متوقعة أن لديك معلومات أكثر. نعم. رجل آخر أتى قال إيناس لو سمحتي، إنه هذا صورة حفيدي، لا أعلم عنه أي شيء، هو في الشمال وأنا في الجنوب. كان برفقة والده توجه إلى المستشفى للعلاج، كان والده مصاب والطفل سليم. إجوا أخذوا الوالد حتى يعملوا له الإجراءات الجراحية وما إلى ذلك، الطفل بعد ذلك اختفى. يعني هل هو مع ناس؟ هل هو، لأنه كانت مستشفى الشفاء مكتظ جدا، العمليات الجراحية تجرى على ما بين الممرات وبأدوات بسيطة. بات هناك تمزق في الأسر والعوائل الفلسطينية. سيدة إيناس، حتى الآن لم نتمكن من التواصل مرة أخرى مع السيدة أشواق، يبدو أن الخط فعلا في مشكلة كبيرة. نعم، أيضا هذه معاناة أخرى تفاقم معاناة الفلسطيني هناك، هي صعوبة التواصل ما بيننا داخل قطاع غزة أو حتى من الخارج. يعني أنا كنت داخل غزة أتصل بأختي للإطمئنان عليها بحاجة لأنه أضرب الرقم 16 17 18 مرة حتى يزبط معايا الخط، فهي عملية مضنية. هذه مشكلة التواصل والاتصال، لكن وأنا أقدرها لكم نرمي. يعني إحنا حاولنا من بداية الحلقة وبالفعل تمكننا من التواصل إليها وكانت معنا على الهاتف، ثم قطع الاتصال. لكن قطع. السيدة أشواق معنا، عادت إلينا. ستة أشواق، هتركك مع السيدة إيناس على طول حتى لا نأخذ من وقتكم ولو نعم. ثانية. نعم، أنا أقول لأشواق أنه أنا مشتاقة لها جدا جدا، وأنا أشكر بي بي سي صدقا ونرمين، أستاذة نرمين، على هذا التواصل. صحيح، شكرا إيناس، شكرا بي بي سي على الاستضافة وعلى المفاجأة الحلوة. إن شاء الله سعيدة سمع صوتك وبهالفرصة الحلوة، وإن شاء الله هيك بتنتهي الحرب ونسمع خير وسلام. أنا مش هتكلم، لا أنا هترك نرمين تسألك سؤال واحد. سيدة أشواق، حضرتك في دير البلح؟ صحيح صحيح، النازحة من غزة الشمال للجنوب منطقة الوسطى حاليا، دير البلح. طيب، تمكننا من الاتصال بحضرتك قبل قليل وانقطع الاتصال وفضلنا نحاول، لكن في هذه الأثناء كانت السيدة إيناس صحيح. بتقول إن حضرتك اللي بتمديها بالقوة. أنا لهيك تركت نرمين تسألك سؤال. هو أحيانا قبل السؤال، إنه كنا دائما في مقولات كتير بنسمعها وبنحبها وبنكتبها وبنآمن فيها، بس لحظة من اللحظات بنقول لا، أكيد ممكن إنها تكون صحيحة، بس اللحظة مر فيها لا تقول إنه صحيح. فأحيانا من ضمن المقولات هاي إنه فاقد الشيء لا يعطيه،
في الظروف هاي لا ممكن فاقد الشيء يعطيه ثمان أضعاف مضاعفة. ليه ليه يا أسواق؟ كنت بحاجة لهذا الجواب يعني. تمام. أنا كنت بدي أحكي لك أنه جدا أنا مشتاقة إليك، كنت دائما أتواصل مع أسواق أحكي لها يا الله لو المعابر فتحة أنا أزودك بكل حاجة من مصر يعني. كنا نتحدث أنا ونرمين عن معاناة المرأة الفلسطينية. أسواق، قد إيه المرأة الفلسطينية بتعاني؟ الحرب بصفة عامة عكساتها كثير صعبة على النساء، هي صعبة على الجميع بلا شك يعني، حتى أنه الرجال أضعاف صارت معاناتهم عن صادق. على سبيل المثال إحنا هلأ في الجنوب عايشين لمزرعة، مزرعة هائية زي ما كانت في الشمال هلأ في الجنوب، لأنه المعابر مغلقة، الشاحنات اللي بتفوت أعداد جدا قليلة، وإيش بتعرض منها للسرقة وإيش بتعرض منها للمنع إنه يدخل. فهاي هلأ انعكست على المرأة إنه أنت لازم يوم يوم تدبري لأطفالك وجبة أكل، فكيف بدك تدبريها؟ من وين بدك تشتريها؟ ما بتعرف من وين. بس حقيقة يا ستة أشواق بتدبريها ازاي فعلا؟ نعم. ولها حديث أيضا نرمين عن الطحين المسوس، ممكن نحكيها الآن. إذا إحنا إذا السيدة حصلت على صنف من الأكل تمام، لكن كيف بدها تطبخه هلأ؟ هذا معاناة ثانية. فالنساء هلأ في الخيام، في الخيام بتتصار في البرد أو في الحر إنها تطلع برا الخيمة وتدبر الغاز عن طريق الحطب، تولع حطب، تولع نار يدوي، إنها تجيب الحطب، هاي كمان مسؤولية صعبة، بدها تبحث عن مشقة أخرى، عن كرتون، عن أوراق، عن خشب، تعرف قديش الدخنة صعبة، الدخان هذا على صحة المرأة حينعكس. الفترة اللي بدها تطبخ فيها بدل ما هي الطبخة لو في الوقت العادي ربع ساعة ساعة، هلأ بدها ساعة وأكثر لأنها ما في غاز يعني، بتضلها تزود في النار والنار بطيئة. في حد آخر من الأصدقاء يعني المشتركين تحب تسأليها؟ نعم. إحنا يعني على سبيل المثال اللي صار معي قبل شوية إن الجوال يطفي وما يطفي، لأنه إحنا هلأ في فصل صيف فتعرضنا لانخفاض اللي هو من امبارح بدأ يستمر ليوم الأربعاء. طب إحنا هذا نعم، والدنيا الغيمة، فما فيش إمكانية إنه نشحن جوالاتنا لأنه أنت بتعرف الشحن على الطاقة. طب أسواق إحنا حابين نطمن عن الأهل، على الأصدقاء، يعني إحنا جمعتنا المقاهي والطرقات والشوارع في قطاع غزة، حابين نطمن مثلا على نرمين وشيرين وغيرهم من الأصدقاء، احكي لنا عنهم وطمنين عنهم، خاصة إنه لديك أنت صديقة وأنا نفس الصديقة يعني تسكن في مدينة غزة تحديدا، هذه المدينة التي الآن باتت مفصولة تماما عن الجنوب. نعم. نداء تحديدا مصريين ونداء يعني صديقاتنا وموجودات في الشمال يعني ما زال، والاتصال صعب صحيح، لكن بين الفترة والثانية يعني بصير انه ممكن تصل الرسالة متأخرة. صحيح. أعتقد أن هذا خير ختام لحلقتنا، أنه تكوني اطمنتي على صوت صديقتك السيدة. نعم. أشواق، أشكرك شكرا جزيلا سيدة أشواق من دير البلح. شكرا لكم للفرصة الحلوة اللي جمعتنا سويا، وأشكر إن شاء الله نلتقي في غزة قريبا. وأشكر كذلك الست إناس رمضان أبو الجبين على وجودك معنا في بودكاست غزة اليوم. شكرا لك نرمين، شكرا لهذا التواصل حتى نضوي ولو جزء بسيط عما يعيشه سكان قطاع غزة هناك. شكرا. أنتم أيضا متابعين الكرام يمكنكم مشاركتنا قصصكم من قطاع غزة عبر تطبيق الواتساب على أي من الرقمين 00201 0111 3909 أو 00444-79-01-3554. كما يمكنكم الإدلاء بأرائكم فيما تستمعون إليه وكذلك طمأنة أحبائكم داخل غزة وخارجها من خلال التواصل معنا على الرقمين السابقين. فانتظاري تفاعلكم معنا، ولا تنسوا الاشتراك في صفحة البرنامج على منصة بودكاست المفضلة لديكم. كما يمكنكم متابعة الحلقات عبر موقعنا bbcarabic.com. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، غدا نلقاكم وحلقة جديدة من بودكاست غزة اليوم. كان معكم في إدارة التحرير إبراهيم خليل، في الإعداد محمد عبد الجواد، في الإخراج لمياء عبد الستار، وفي هندسة الصوت أيمن محسن. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.